السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني الكرام في هذا المقطع الجديد. كما ترون في عنوان الفيديو في الصورة المصغرة، جبت لكم في هذا المقطع أفضل وأقوى طريقة لتطوير تشواميني نسخة عقود الترشيح 101. نعم يا أخي الكريم، ولكن الغريب في الأمر أن في مقطعنا هذا سوف نطوره تطويرة أسطورية خاصة يصل معكم إلى 104 عوض 101 في مركز سي بي. نعم يا أخي الكريم، أي قلب دفاع لن تظهر داخل التشكيلة، ولكن في بيانات اللعبة سوف تصل معك إلى 104 وطاقت ستكون أسطورية يا أخي الكريم. إذا كنت يا أخي الكريم لأول مرة تشاهدون، ملاحظة يا أخي الكريم، هذا الحساب سوف أهديه لأحد المتابعين في سمو الإيطو وبعض النسخ الأسطورية. زائد يا أخي الكريم كما ترون الحساب فيه 1580 كوينز. نعم يا أخي الكريم، زائد أن المات باس لقد أتممت كل يعني مهمة المات باس كما ترون. إذا كنت تريد هذا الحساب فاكتب لي في التعليقات اسم حسابك انستغرام، لازم ان تكون مشترك معي واضغط على زر لايك، وسوف اختار فائز من التعليقات ساهديه هذا الحساب ان شاء الله. يعني لمن ليس لديه حساب فهذه الفرصه ان تكمل في هذا الحساب، لانه حساب اسطوري، ويعني هذا الحساب يمتلك صامويل ايطو زائد 1580 كوينز. بامكانك ان تشتري باكج باختيارك. المهم يا اخوان، سوف ننتقل مباشره في طريقه التطوير. لاحظوا معي يا اساطير، في الخانه الاولى كما ترون هذه الخانه 4 نقاط، ثم في الخانه التاليه 4 نقاط نفس الشيء، ثم في هذه الخانه 8 نقاط، ثم في الخانه الاخيره 15 نقطه كما ترون يا اخوان. هذه افضل طريقه لتطوير تشواميني عن تجربه اخي الكريم، سوف يصل معكم 100، ولكن في بيانات اللعبه 104، يعني لاعب اسطوري في الدفاع يا اخي الكريم كما ترون. يعني التمريرات اسطوريه، كذلك التحكم في الكره والجير بالكره، يعني وهذا مدافع، يعني شيء اسطوري يا اخي الكريم. 82 في الراسيات، 96 في الوعي الهجومي، 96 في يعني باقي يعني 97 99، يعني كما ترون الطاقه اسطوريه. وكذلك السرعه يعتبر سريع، 94 في الفيزيكا و88 في قوة التحمل يا أخي الكريم. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.